بنرسم اليوم رقم 103. أول شيء بدنا نعمله طبعاً عملنا الأساس اللي هي المربع ومقسم إلى 8 أجزاء. أول شيء بنعمله حنرقم نقاط التقاطع للدائرة مع هذه الخطوط. ونوصل هذه هالنقاط هيدي مع بعضها عشان نعمل الشكل المثمن. هلا صار في عندي شكل مثمن. بدنا نعمل بعد هالشكل هيدا رح نعمل شكل مربع 8 2 4 6. ومنرقم تقاطع هذا المربع مع الخطوط المركزية. ناخذ نفس الرقم 1 3 5 7. خلينا نحطهم الأرقام من برا ونرجع نعمل مربع داخلي 1 3 5 7. كمان هالمربع هيدا تقاطع مع الخطوط المركزية نفس الشي. منرقمها، منجيب هذا الرقم من هو ذاته بنستعمله 8 4 و6، وبنفس الطريقة بنرسم كمان مربع داخلي منحدد قطر أو شعاع لدائرة من المركز لتقاطع المربع مع أو المربع طبعا مع خطوط الطول أو خطوط العرض. ومنجيب
البكار ونرسم دائرة داخلية وهيك بنكون عملنا أول جزء من هالرسمة هيدي، وهي الأساس اللي بدنا نبني عليها رسمتنا 803.